أهلا بكم مشاهدينا الكرام في المستهل ساعة إخبارية شاملة تأتيكم من قناة النيل الأخبار من القاهرة. أهلا بكم ونبدأ مع العناوين. مصر تؤكد أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية. الجيش الليبي يواصل تقدمه صوب طرابلس وجلسة لمجلس الأمن اليوم لبحث الأزمة. ماي تدعو الاتحاد الأوروبي لتأجيل خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي حتى 30 من يونيو القادم. تفاصيل الأنباء. أعربت مصر عن بالغ قلقها من الاشتباكات التي اندلعت في عدد من المناطق الليبية مناشدة جميع الأطراف ضبط النفس ووقف التصعيد. وقد أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها موقف مصر الثابت والقائم على دعم جهود الأمم المتحدة وكذلك التمسك بالحل السياسي كخيار وحيد للحفاظ على ليبيا وضمان سلامة ووحدة أراضيها وحماية مقدرات شعبها وثرواته من أي سوء، مع التأكيد على ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب واجتثاثه من جميع الأراضي الليبية. للمزيد من المتابعة في هذا البيان ينضم إلينا هاتفيا سيادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير بعد التحية، يعني ربما بيان الخارجية المصرية دعا للتمسك بالحل السياسي في ليبيا في الوقت نفسه دعا لضرورة مواصلة ومحاربة الإرهاب، ما قد يراه البعض قد يصعب تطبيقه، قراءتك لهذا البيان؟ يعني واضح أن بيان الخارجية بيعرض وبيعكس وجهة نظر مصر بشكل واضح وصريح متوازن، وصاحب رؤية دبلوماسية يدعو للحل السياسي وضبط النفس، ولكن في نفس الوقت هو يؤكد على أهمية اكتساس الإرهاب والقضاء على الميليشيات المسلحة. ضمن المشهد الحالي يستدعي التأكيد على هذه المعاني، حيث أننا على مقربة من اللقاء المجمع لكافة الأطراف الليبية في دغامس منتصف الشهر الحالي، وبالتالي دعم مصر ومساندتها للحل السياسي أمر يعبر عنه هذا البيان. ولكن بكل تأكيد مصر تدعم وتساند الجيش الوطني الليبي في إعادة تأهيله وتكوينه ليكون قوة رابطة بكافة الأطراف الليبية. الحقيقة المشهد ليس مشهدا سياسيا، هو مشهد كما أكد اللواء المشير خليفة حفتر أمس، هو مشهد أمن تسعى من خلاله القوى الليبية الشاملة وهي الجيش الوطني الليبي الذي يسعى للحفاظ على مقدرات البلاد وثرواتها ووحدتها الإقليمية يسعى للقضاء. نعم سيادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق كنت معنا هاتفيا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. أعلنت مصادر في الجيش الوطني الليبي أنه يبسط حاليا سيطرته على مناطق جنوب غرب العاصمة طرابلس. في غضون ذلك التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بنغازي المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة طارئة بناء على طلب من بريطانيا لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا. أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي الجمعة سيطرتها على عدد من المناطق جنوب غربي العاصمة طرابلس، وقال مصدر في الجيش الوطني إن شوارع المدينة خالية ويبدو أن جميع السكان تقريبا اختاروا مغادرتها، لافتا إلى أن مقاتلي الجيش الوطني الليبي يسيطرون على مناطق مثل جنزور والسواني في الجنوب الغربي من طرابلس، مضيفا أنه لا توجد صدمات لكن بعض الهجمات من قبل العصابات في الطريق إلى طرابلس. في ردود الفعل على التطورات الليبية قال الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن الأمر الأكثر أهمية هو ألا يؤدي أي عمل إلى حمام دم جديد في ليبيا، واعتبر أن موسكو مع مواصلة كل الجهود من أجل حل تام للوضع بوسائل سياسية وسلمية، مؤكدا أن موسكو لا تشارك في دعم عسكري لقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. قال رئيس مجموعة الاتصال الروسية لتسوية الأزمة الليبية إنه لا توجد حاليا لدى موسكو أي خطط ملموسة لاستضافة اجتماع لأطراف النزاع في ليبيا،
مشيرا إلى أنه قد يكون من الضروري عقد مثل هذا الاجتماع في أقرب وقت ممكن. واعتبرت الحكومة الإيطالية أن الخيار الوحيد المستدام لتجاوز الأزمة في ليبيا هو المسار السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة، معتبرة أن الخيارات العسكرية لا توفر أي ضمانات لتحقيق حلول مسؤولة ودائمة. دعت واشنطن وباريس ولندن وروما جميع الأطراف الليبيين إلى احتواء التوتر فورا، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف كل التحركات العسكرية وضبط النفس والهدوء ونزع فتيل التصعيد سواء العسكري أو السياسي. عربيا، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط كل الأطراف الليبية إلى ضبط النفس والقيام على الفور بخفض حالة التصعيد الميدانية والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا. كما أكدت وزارة الخارجية التونسية أهمية الحفاظ على المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة. للمزيد من المتابعة أيضا لتطورات الأوضاع في ليبيا، أرحب بضيفي الكريم السيد عبد الستار حتيتة الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الليبية وانضم إلينا عبر الهاتف. أهلا بك بداية سيد عبد الستار. يا أهلا وسهلا. مع بداية هذه العملية التي أطلق الجيش الوطني الليبي ضد الميليشيات المسلحة في العاصمة، كيف تنظر إلى هذه العملية بداية ثم بعد ذلك نتحدث عن قراءتك لردود الفعل العالمية والعربية؟ يعني أعتقد أن هناك اختلاف كبير ما بين طموحات الجيش الوطني الليبي وما بين المخاوف الإقليمية والدولية. الجيش الوطني الليبي يعبر عن إرادة غالبية الليبيين في الشرق والجنوب والغرب، وغالبية الليبيين يأست من محاولات الحل السياسي ومن محاولات التوفيق التي ترعاها بعض الأطراف خاصة البعثة الأممية. طوال السنوات الماضية عانى الليبيون الأمرين، تمكن الجيش الوطني الليبي من تحقيق انتصارات على الإرهابيين وعلى الجماعات المسلحة في منطقة الشرق وفي منطقة الجنوب، هذا أعطى زخم لقدرة الجيش على مواصلة العمل في المنطقة الغربية وتخلصها من الجماعات المسلحة والميليشيات التي لا تخضع لأي سلطة ولا تخضع لأي قانون. أعتقد أن هذه عقيدة الجيش الوطني الليبي وعقيدة القوات المسلحة العربية الليبية، وهي تأمين الحدود الليبية والحفاظ على وحدة التراب الليبي والقضاء على الإرهاب وحماية المؤسسات الشرعية ومؤسسات الدولة. هذه الإشكالية معروفة منذ فترة أستاذ عبد الستار، لكن لعل السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل الجيش الليبي قادر الآن على أن يفرض كلمته على هذه التنظيمات والميليشيات الإرهابية؟ يعني الجيش الوطني الليبي منذ بدء عملية الكرامة في عام 2014 لديه طريق واضح، وهو يعلم أنه طريق صعب وطريق طويل، وكان طوال الفترة الماضية يقوم بمحاربة الإرهاب وفي نفس الوقت فتح المجال لتدريب المزيد من الجنود وإغراء الضباط الذين تركوا الخدمة بعد سقوط نظام معمر القذافي بالعودة مرة أخرى. يعني الجيش بمرور الوقت بيزداد خبرة، بيزداد إمكانيات، بيزداد عدد، وبيزداد أيضا خبرة يعني احترافية في التعامل مع المناطق في الحقيقة المعقدة. يعني إذن لو نجح الجيش الليبي في فرض سيطرته على العاصمة، هل مع هذه المرحلة يمكن إعلان انتهاء التنظيمات الإرهابية أو انتهاء الإرهاب في ليبيا؟ طرابلس فيها يعني فيها خليط، فيها ميليشيات تضم عناصر مدنية وعناصر عسكرية، فيها مجاميع متطرفة وإرهابية.
فيها مجاميع جهوية تدافع، بعضها يدافع عن وسط العاصمة أو عن طرابلس أو ما يسمى بالميليشيات الطرابلسية. وهناك جهويين آخرين من الزنتان ومن مصراتة. كل هذه التعقيدات أعتقد أن الجيش قادر على التعامل معها وقادر على تأمين طرابلس. يعني الجيش لا أعتقد أنه يريد أن يحكم في طرابلس، ولكنه يريد تأمين حياة المواطنين في طرابلس. أشكرك شكرا جزيلا السيد عبد الستار حتيت، الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الليبية. أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين ناقش مع مجلس الأمن الروسي الوضع في سوريا، فضلا عن محادثاته مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن الاجتماع ناقش الوضع في سوريا بما في ذلك المحادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي جرت أمس، مشيرا إلى أنه تم تبادل الآراء في إطار التحضيرات لاجتماع مجلس التعاون الأعلى بين روسيا وتركيا واجتماع المنتدى الدولي للقطب الشمالي في سان بطرسبرغ اللذين سيجريان الأسبوع القادم. يبحث وزراء الداخلية في مجموعة السبع في باريس منذ أمس التهديد الإرهابي والتعامل مع الإرهابيين وعائلاتهم والتصدي لاستخدام الإنترنت لغايات إرهابية والإتجار بالمهاجرين والجريمة البيئية. وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير إن وزراء داخلية مجموعة الدول الصناعية السبع ما زال لديهم وجهات نظر مختلفة حول كيفية التعامل مع الإرهابيين وأسرهم في سوريا والعراق. وكررت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية كلير جريدي ممثلة الولايات المتحدة في الاجتماع موقف بلادها المتمثل في ضرورة إعادة المقاتلين الأجانب إلى وطنهم الأم، وترى فرنسا ودول أخرى أنهم يجب أن يمثلوا للمحاكمة في العراق. إلى تطورات الأوضاع في الجزائر، حيث ذكرت وسائل إعلام جزائرية اليوم أنه تم إنهاء مهام اللواء سعيد طرطاق مدير المخابرات الجزائرية. وأشارت إلى أن طرطاق انتهى عمله أيضا كمستشار لرئيس الجمهورية المكلف بالتنسيق بين المصالح الأمنية، وتقرر إلغاء هذا المنصب الذي تم تخصيصه له أو الذي خصصته له رئاسة الجمهورية. وأشارت إلى أنه تقرر إعادة جهاز المخابرات إلى طبيعته كهيئة تابعة لوزارة الدفاع، حيث كان الجهاز تابعا لرئاسة الجمهورية منذ العام 2015. وأضافت أن الفريق أحمد قائد صالح رئيس الأركان ألغى الانتداب من الأجهزة الأمنية للرئاسة. أمر قاض نيوزيلندي بإخضاع المتهم بارتكاب مجزرة مسجدي كرايست تشيرش لتقييم نفسي، وذلك للتأكد من مدى أهليته العقلية للخضوع للمحاكمة. وجهت المحاكمة إلى منفذ الهجوم 50 تهمة بالقتل و39 اتهاما بالشروع في القتل في الهجوم الإرهابي الذي وقع منتصف مارس الماضي. منفذ مجزرة مسجدي مدينة كريست تشيرش المتطرف الأسترالي برنتون ترانات مثل مجددا أمام المحكمة في نيوزيلندا، وخلال جلسة مقتضبة وجه القاضي لترانات 50 تهمة بالقتل ونحو 39 تهمة تتعلق بالشروع في القتل، وقد طلب بإخضاعه للتقييم النفسي لتحديد مدى ملائمته للوقوف أمام المحكمة. جلسات المحكمة التي تجرى وسط إجراءات أمنية مشددة حضرها أيضا بعض مصابي الهجوم الإرهابي وعائلات الضحايا. لا نريد قتله، لكن نريد أن يعاني، نريد أن يعاقب على جريمة قتل 50 شخصا. إنني حزين جدا، لقد فقدت 50 صديقا، اعتدت أن ألقاهم في المسجد كل يوم جمعة، لم أتمكن من رؤية القاتل يوم الحادث، أريد أن أراه لأعرف شعوره بعد قتله 50 شخصا، لهذا أنا هنا اليوم. الهجوم على مسجدي كريست تشيرش كشف الستار عن خطاب الكراهية والعنصرية في المجتمع، وما دفع السلطات في نيوزيلندا إلى التحرك لفرض قيود مشددة على اقتناء الأسلحة تتعلق بتسجيلها وتخزينها والتقصي عن مالكيها، حيث يوجد في البلاد نحو 1.5 مليون شخص لديهم أسلحة نارية، كما أعلنت الحكومة أنها ستراجع القوانين التي تتناول خطاب الكراهية.
اقترحت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي على الاتحاد الأوروبي اليوم تأجيل خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي حتى 30 من يونيو القادم. من جانبه أعلن رئيس البرلمان الأوروبي دونالد توسك أنه سيقدم اليوم إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيناريو إرجاء مرن لبريكزيت لمدة يمكن أن تصل إلى 12 شهراً. تتواصل المقترحات والمداولات بحثاً عن حلول لأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي البريكزيت. رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي اقترحت على الاتحاد الأوروبي تأجيل خروج بريطانيا من التكتل حتى 30 من يونيو المقبل. وفي رسالة بعثتها إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك طالبت ماي بتمديد المادة 50 من اتفاقية لشبونة التي تنظم خروج دولة عضو من الاتحاد الأوروبي، وتقترح أن ينتهي هذا الإرجاء في موعد لا يتجاوز 30 من يونيو المقبل. مصدر بالاتحاد الأوروبي أعلن أن تاسك اقترح إرجاء مرنا لبريكزيت لمدة يمكن أن تصل إلى 12 شهرا. يأتي هذا في الوقت الذي تجري فيه الحكومة والمعارضة في بريطانيا مناقشات لتجنب خروج المملكة المتحدة من دون اتفاق في 12 من إبريل، الموعد الجديد الذي حددته الدول 27. وتقول الحكومة البريطانية إنها لا تزال في طور السعي إلى الحصول على اتفاق يسمح لبريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي قبل 23 من مايو المقبل. أقول بصراحة إن رئيسة الوزراء ومعظم أعضاء البرلمان البريطاني قاموا بكل ما في وسعهم للتوصل إلى اتفاق بشأن البريكسيت، لكن لم يلاحظوا الغضب المتنامي في البلاد، والعالم ينظر من دهشا لما حدث في بلادنا. لكن رغم ذلك أعتقد أنه سيتم التوصل إلى اتفاق بشأن البريكسيت، وربما بعد العديد من المعارك. دخلت المملكة المتحدة في أزمة سياسية بعد رفض النواب البريطانيين 3 مرات لاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي. أهم شيء في اتفاق البريكزيت هو العلاقة مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل وكيفية التعامل مع ذلك. وإذا عقدت انتخابات أوروبية سنقوم بالمنافسة فيها بلا شك على أساس سياسة الحزب في مكافحة التقشف في بريطانيا، فضلا عن الحفاظ على علاقات طيبة مع أوروبا في المستقبل. ويجب التأكد من أننا لا نصبح ملاذا للتهرب الضريبي أو موطنا لتهريب الواردات من الولايات المتحدة أو غيرها، ولذا من الضروري حماية المعايير البيئية لدينا والبناء عليها. هذا وقد أرجي البريكزيت الذي كان متوقعا في 29 من مارس الماضي حتى 12 من إبريل، على أمل التوصل إلى اتفاق يوافق عليه البرلمان إلى ذلك الحين. للمزيد ينضم إلينا من بروكسل محمد رجائي بركات الخبير في الشؤون الأوروبية. سيد محمد، بعد التحية، برأيك ما السيناريو الأقرب إلى نجاح محاولة ماي تأجيل خروج بريطانيا من التكتل حتى 30 من يونيو المقبل، أم محاولة دونالد توسك إرجائه لمدة قد تصل ل 12 شهر، خاصة وأن من المفترض أن تتم انتخابات الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل، يعني سيكون هناك أيضا معضلة قانونية؟ المشكلة عن كل شيء يعتمد على القرار الذي يتخذه رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم القادم يوم 10 أبريل، يعني بعد عدة أيام. يبدو أن الآن هناك بعض التردد من بعض الأطراف الأوروبية بهذا الشأن. سيد جونكير رئيس الوزراء الأوروبية أمهل بريطانيا عندما قال أنه معكم حتى يوم 14 أبريل للموافقة على الاتفاقية التي تم إبرامها، فبالتالي يعني هذه المهلة أعتقد أنها لن تكون كافية بالنسبة لبريطانيا، بالنسبة للسيدة تريزا ماي ومجلس الأمم البريطاني أن يقدم اقتراحا وموافقة على الاتفاقية الخروج قبل 14 أبريل. وأيضا التأجيل حتى 30 يونيو كما طلبت سيدة تريزا ماي سيفرض تنظيم انتخابات البرلمان الأوروبي، وحتى لو تم التنظيم بشكل عام هذا يعني التنظيم سيتم من أجل التوصل إلى اتفاقية إلى اتفاق داخل مجلس الأمم البريطاني، وتقدم الحكومة البريطانية يعني طلب موافقتها للاتحاد الأوروبي. وفي هذه الحالة ستشترك بريطانيا في الانتخابات سيد محمد؟ يعني المفروض أن تشترك، لأنه في هذه الحالة إذا لم تشترك بريطانيا في الانتخابات
وتكون قانونيا عضوة في الاتحاد الأوروبي. نعم. هذا يعني أن ذلك يخالف اتفاقية الاتحاد الأوروبي، فيجب أن تشترك بريطانيا في تلك الانتخابات. وأيضا لا يعني تأكيد لمدة عام أن ذلك سيؤدي إلى إيجاد حلول لقضية خروج بريطانيا. يبقى هناك العديد من النقاط التي يجب أن يتم التفاوض بشأنها خلال بعد فترة السنة. كافة النقاط التي وردت في الإعلان السياسي، ما يتعلق مشاكل السويد، الاتحاد الجمركي، نعم، الحدود مع أيرلندا، العمال إلى آخره، فكل هذه النقاط يجب أن يتم التفاوض عليها بعد فترة العام. يعني أعتقد أن الطريق أمام التوصل إلى اتفاق في النهاية لخروج بريطانيا بشكل سلس من الاتحاد الأوروبي، أعتقد أنه طريق صعب وطويل، وعلى الأغلب يعني أنا أتوقع أنه في النهاية تتراجع بريطانيا عن تنفيذ عملية الخروج، وأن تقول حاولنا التفاوض لم ننجح وسنبقى في الاتحاد الأوروبي. وهذا ممكن في حال موافقة السيدة تريزا مي ومجلس العموم البريطاني، لأن محكمة العدل الأوروبية سمحت لبريطانيا، قالت أنه لا يوجد أي خلاف أو أي عرائق يعيق بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي بدون شروط وبدون موافقة الدول 27 الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. نعم، جزيل الشكر للسيد محمد رجائي بركات، كنت معنا هاتفيا من بروكسل، شكرا جزيلا على هذه المتابعة. ومشاهدينا الكرام، ننتقل الآن لمؤتمر صحفي للدكتور خالد العناني وزير الآثار، حيث يتم الإعلان عن اكتشاف أثري جديد في منطقة أديابات في سوهاج، وهو اكتشاف مقبرة تعود العصر البطلمي. فإلى هناك. الأعمى أي إبصار الأعمى، فقدسه المصري القديم، لم يقدس هنا بس، قدس في أماكن أخرى، تم العثور على عديد من مومياواته في أماكن تانية زي سقارة على سبيل المثال وفي أبيدوس. ده تقريبا اللي نقدر نشرحه عن هذه المقبرة بجانب بعض اللقى الأثرية وبعض المومياوات الرائعة اللي مازالت تحتفظ بحالتها الجيدة حتى الآن. اسمحوا له الكلمة بالإنجليزي. So your excellency Dr. Khalid Al-Anani, the Minister of Antiquities, your excellency Dr. Ahmed Ansari, the Governor of Suhaag, ambassadors of all over, I'm very happy to welcome all the ambassadors here in Suhaag, especially in this month, April. Why is that? Because April 10th is the National Day of Suhaag. So we took the opportunity as Minister of Antiquities to share with the governor of Suhaag to celebrate for this national day in Suhaag. My distinguished guests, my colleagues of the Supreme Council of Antiquities and the Ministry of Antiquities, and the media who they came from Egypt and from all over the world. What are we going to talk about? Last April 2018, an information came up to the tourism police that the tomb robbers are trying to steal something here in this area, the Abat. So anyhow, they could caught those guys. And I believe that they couldn't escape with any objects. Anyhow, since that time, we did receive this location, this site, and we had to follow the instructions of His Excellency Dr. Khalid Al-Anani by saying, you have to make a mission immediately, and you have to start doing excavations. After following the Bedouf regulations, we started our excavations. Finally, this tomb is the tomb for a guy named Tutu. It sounds for me like a strange name. This is a double tomb for this guy Tutu and his wife, Tashirit Isis. What kind of job she was doing? She was musician. She was playing the sistrum music. This tomb well painted, well decorated, is still in perfect condition of preservation, although that this one over 2,000 years old, but is still really in perfect condition of preservation. When we started our excavations, we found a lot of fragments. We found a lot of objects. We found more than 50 mummified animals and birds. What kind of birds? Nile egrets. And
falcons and the strange one that we found a lot of mummified mice. Mice? Oh yeah. In perfect condition of preservation. It's not a normal one like the rest. Little bit smaller. It has a little bit longer nose. إذن كان هذا جانب من المؤتمر الصحفي لدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للأثار بحضور وزير الأثار دكتور خالد العناني للإعلان عن كشف أثري جديد في منطقة الديابات في سوهاج وهو مقبرة تعود للعصر البطلمي. بالتأكيد سنتابع أكثر المزيد حول هذا الكشف على مدار تغطياتنا المتواصلة على شاشة النيل للأخبار. ومشاهدينا نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل الاقتصادي. الإكوادور تنفي ما تردد بشأن نيتها طرد مؤسس موقع ويكليكس من سفارتها في لندن. مصر بتتقدم لينا، مصر بتتقدم بينا. أهلا بكم مجددا ونصل معكم الآن مشاهدينا الكرام إلى أهم ما لدينا من أخبار المال والاقتصاد نتعرف عليها من زميل حسام الدين عاطف. نعم أحمد، وبالتأكيد مشاهدينا المزيد من الأخبار بصحبة حسام. أعتقد حسام هناك العديد من الجهود التي تقوم بها الدولة فيما يتعلق بتخصيص المزيد من الأراضي الصناعية. صحيح كريمة، وأشكرك أنت وأحمد. فلدينا أن رئيس الوزراء يستعرض المحاور الرئيسية لإصلاح منظومة تخصيص الأراضي الصناعية. أشكركما. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى باقتنا الاقتصادية وأهم ما فيها. المالية تعلن إصدار سندات دولية بقيمة ملياري يورو على شريحتين. أهلا بكم من جديد. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة بتطوير منظومة تخصيص الأراضي الصناعية ووضع معايير وقواعد شفافة للتخصيص. وخلال اجتماعه مع أعضاء لجنة مراجعة منظومة تخصيص الأراضي الصناعية استعرض مدبولي المحاور الرئيسية لإصلاح منظومة تخصيص الأراضي الصناعية، موضحا أنه سيتم خلال الفترة القليلة القادمة تدشين موقع إلكتروني تنشر به كل خرائط المناطق الصناعية بحيث تتضمن إحداثيات الأراضي وتسعيرها بالإضافة إلى مواقف الترفيق بهذه الأراضي حتى يتم حجز قطع الأراضي إلكترونيا. أعلنت وزارة المالية النجاح في إصدار سندات دولية بقيمة ملياري يورو على شريحتين. وزارة أشارت إلى أن أسعار العائدة متميزة في ظل حجم الطلب الكبير والذي قارب على 9 مليارات يورو، أي أكثر من 4 مرات من قيمة الطرح، وهو ما انعكس على تخفيض سعر العائد المبدئي المعلن من قبل الوزارة بمقدار 50 نقطة أساس. وأضافت الوزارة إلى أن هذا الإصدار يعد الثاني والأخير للعام المالي الحالي. ارتفعت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي بنحو 15.6 مليار جنيه، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة 830.3 مليار جنيه. وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة إلى تباين مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي جي اك 30 بنسبة 3.97%، فيما تراجع مؤشر جي اك 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.14%. قالت وزيرة الاستثمار سحر نصر إن هناك تعاونا قائما مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنفيذ مبادرة
فكرتك شركتك. جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في جلسة نقاشية حول الاقتصاد القائم على المعرفة بالمنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي والمقام بالعاصمة الإدارية الجديدة. هذا وتهدف مبادرة فكرتك شركتك إلى توفير الفرص الاستثمارية الجادة للشباب بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز بيئة ريادة الأعمال في مصر. أعلن وزير التجارة والصناعة عمرو نصار أن إحدى كبريات الشركات الصينية المتخصصة في إنتاج الدراجات الكهربائية تسعى لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري، وذلك لتلبية احتياجات المستهلك المصري بالإضافة إلى التصدير للأسواق الخارجية. وأشار الوزير إلى أن إجمالي استثمارات المشروع تصل إلى حوالي 10 ملايين دولار، حيث تسعى الشركة لعمل مشروع متكامل لإنتاج هذا النوع من الدراجات بالسوق المصري. جاء ذلك في بيان للوزارة حول لقاء الوزير مع فيكتور وو العضو المنتدب للشركة الصينية لبحث خطة الشركة لبدء نشاطها بالسوق المصري في المرحلة المقبلة. أكد وزير البترول طارق الملا أن التكامل بين مصر والأردن في مشروعات الغاز الطبيعي شهد انطلاقة حقيقية خلال الفترة الأخيرة. وأشارت وزارة البترول إلى أن الملا شهد خلال زيارته الحالية إلى العاصمة الأردنية عمان شهد توقيع عقد طويل الأجل بين شركة فجر الأردنية المصرية والشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز للقيام بأعمال تشغيل وصيانة خط الغاز الطبيعي بالأردن والتسهيلات الخاصة به. بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد سعيد العصار مع مسؤول شركة إيطالية نقل التكنولوجيا الخاصة بتصنيع المسدسات من عيار بريتا 9 ملي، وتم الاتفاق بين الجانبين على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون بين الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والشركات الإيطالية. وإلى لبنان، حيث حذر وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني منصور بطيش من أن الوضع الاقتصادي هناك صعب ودقيق، وأن لبنان لا يملك طرف إضاعة الوقت لاتخاذ إجراءات وقرارات إصلاحية. وأشار الوزير اللبناني إلى أن النموذج المعتمد لإدارة الدولة أدى إلى تفاقم عجز الخزينة وتزايد الدين العام وتراكم الصف السلبي في الحسابات الخارجية، لافتا إلى أن إجمالي الدين العام أصبح يقارب 87 مليار دولار، فيما تجاوزت خدمة الدين وحدها 6.5 مليار دولار. أعلن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي أن توافقا جديدا قد تحقق فيما يتعلق بالاتفاق التجاري الذي يتم التفاوض بشأنه بين كل من الصين والولايات المتحدة. ويسعى المفاوضون الأمريكيون والصينيون للتوصل إلى اتفاقية ملزمة تستجيب لشكاوى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سنوات من المعاملة غير العادلة للشركات الأمريكية من جانب الصين، ما سيسمح بإلغاء الرسوم التي تهدد شركات في البلدين. ومشاهدينا الكرام، بهذه الأخبار انتهت وقفتنا الاقتصادية، ونعود إلى نشرتنا الشاملة مع كريمة وأحمد، تفضل. شكرا لك حسام على هذه القراءة الاقتصادية. أعلنت الأمم المتحدة في تقرير لها مقتل 88 مدنيا في جنوب شرق النيجر في هجمات شنتها جماعة بوكو حرام المسلحة. هذا وقد أرغمت هذه الهجمات أكثر من 18,000 شخص على الفرار خلال الشهر الماضي وحده، وأفادت مذكرة من مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في نيامي أنه تم تسجيل 21 هجوما ضد مدنيين وقوات عسكرية في المنطقة على مدار شهر مارس الماضي. نفت وزارة خارجية الإكوادور الأنباء حول عزم سلطات البلاد طرد مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج من سفارتها بلندن واصفة إياها بالشائعات. وكان موقع ويكيليكس قد أفاد أمس بأنه من المتوقع أن يتم طرد أسانج من سفارة الإكوادور في غضون ساعات أو أيام، مضيفا أن سلطات الإكوادور توصلت إلى اتفاق مع بريطانيا حول اعتقال أسانج المقيم في سفارتها بلندن منذ عام 2012، حيث يواجه خطر السجن لمدة قد تصل إلى 35 عاما أو الإعدام بتهمة نشر وثائق سرية لوزارة الخارجية الأمريكية. ارتفعت أعداد قتل الهجوم الذي نفذته حركة طالبان واستهدف مواقع أمنية في منطقة بالا مرغب شمال غرب أفغانستان إلى 66 قتيلة. وأقال حاكم المنطقة أن طالبان قتلت 36 فردا من قوات الحكومة واستولت على 5 نقاط تفتيش هناك، مشيرا في الوقت ذاته إلى سقوط أكثر من 30 قتيلا في صفوف طالبان خلال تلك المواجهات.
كانت وزارة الدفاع الأفغانية قد أعلنت في وقت سابق أن قواتها ستنسحب تكتيكيا من نقاط التفتيش للحيلولة دون سقوط قتلى في صفوف المدنيين، مضيفة أنها استدعت القوات الجوية لشن ضربات على مواقع طالبان. سيطر رجال الإطفاء على حريق شب في غابات في بلدة غوسيونغ بإقليم جانغمون في شمال شرق كوريا الجنوبية بعد ساعات من اندلاعه، وأتى الحريق على 110 هكتارات من الغابات، وتمكنت السلطات من إخماد النيران الرئيسية في جبل غوسيونغ، بينما تجرى عملية معالجة النيران المتبقية مع نشر أكبر عدد من قوات الإطفاء والمعدات الممكنة. أعلن جيش ميانمار اليوم مسؤوليته عن شن غارة جوية الأسبوع الحالي على بلدة في ولاية راخين غرب البلاد، أسفرت عن مقتل 6 مواطنين من أقلية الروهينجا المسلمة وإصابة 9 آخرين. وذكرت وسائل إعلام تابعة للجيش أن فلاحين كانوا برفقة مسلحين إرهابيين حينما شن الجيش غارة جوية على إحدى البلدات في راخين الأربعاء الماضي. وقال قرويون في ميانمار أمس إن مروحية عسكرية شنت غارة على مجموعة من أقلية الروهينجا المسلمة، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين. تخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديده بإغلاق الحدود مع المكسيك. قال ترامب عشية توجهه إلى مدينة كالكسيكو الحدودية الصغيرة الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر عن لوس أنجلوس إنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة ستضطر يوما لإغلاق الحدود، معتبرا أن الرسوم الجمركية سلاح رادع. وأضاف أنه إذا كانت المكسيك لا تريد أن تساعد في هذا الأمر فإن واشنطن ستفرض رسوما جمركية على سياراتها القادمة إلى الولايات المتحدة. بانوراما النيل ما زالت مستمرة وفيها بعد الفصل الرياضي. مصر تحتفل بيوم اليتيم، والرئيس السيسي يؤكد أن لكل طفل الحق الأصيل في الرعاية والاهتمام. مع تصاعد الأحداث والمواجهات في العديد من الملفات والبؤر الساخنة بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، نقدم لكم نافذة يومية على الهواء مباشرة مع نخبة من الخبراء والمختصين، ترصد لحظة بلحظة تطورات وتداعيات وأبعاد تلك المواجهات. نبحث عن رؤية تحليلية أكثر عمقا تكشف لنا ما وراء تلك الأحداث لأهم القضايا الساخنة عربيا وعالميا. المشهد يأتيكم في الأوقات التالية. مشاهدينا الكرام، نستكمل معكم بقية متابعتنا. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الرعاية والاهتمام هو حق أصيل لكل طفل، وجدد الرئيس السيسي في تدوينة له عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم التأكيد على أن الدولة مسؤولة عن تحقيق مستقبل أفضل لهؤلاء الأطفال ممن فقدوا ذويهم. مرة أخرى نعود إلى محافظة سوهاج، حيث هذا الكشف الأثري الذي أعلن عنه منذ قليل ويحضر الإعلان عنه عدد من المسؤولين. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من هناك زميل أشرف مبارك لمتابعة أكثر تفصيلا. أشرف، بداية إذا كان لك أن تطلعنا على حقيقة هذا الكشف الأثري وأهميته طبقا لما تابعته من المسؤولين عندك.
بالفعل يعني تم الإعلان منذ قليل عن الكشف الأثري في منطقة الديابات وهي أحد المناطق في محافظة سوهاج. يعني هذا الكشف لسيدة كانت تعزف الموسيقى يعني في أواخر العصر البطلمي، وهذه السيدة تدعى حيتي. تم أيضا الكشف عن العديد من اللقى الأثرية، نحو 50 قطعة أثرية من تماثيل الأوشبطي وبعض التوابيت الحجرية داخل يعني تلك المقبرة. هذه المقبرة بها بعض النقوش الهامة ويعني بعض يعني القطع الأثرية الفريدة، وهي مقبرة يعني تعد فريدة من نوعها خاصة وهي تعود لسيدة يعني كانت يعني نشكر الزميل أشرف مبارك على هذه المتابعة معنا، ونعتذر لحضراتكم على هذا الخطأ التقني. ومزيد من المتابعة لهذا الموضوع المهم ستجدونها في خدماتنا الإخبارية على مدار الساعة. في ختام ساعتنا الإخبارية الشاملة نذكر بأهم ما جاء بها من عناوين للأخبار. مصر تؤكد أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية. الجيش الليبي يواصل تقدمه صوب طرابلس، وجلسة لمجلس الأمن اليوم لبحث الأزمة. ماي تدعو الاتحاد الأوروبي إلى تأجيل خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي حتى 30 من يونيو القادم. ونعلن إيجي وموقعنا الإلكتروني للمزيد من التفاصيل والمتابعة. ختاما مشاهدينا نشكركم وإلى اللقاء.